مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في سؤال مدينه، السؤال اللي دائما اجابته عندكم. اليوم سؤالنا عن معشوقه الجماهير. صندوق الاستثمارات العام السعودي استحوذ بنسبه 100% على فريق نيوكاسل الانجليزي وصار فريق انجليزي سعودي. لو بيدك الخيار تختار ثلاث لاعبين من اي مكان في العالم ينضموا لهذا الفريق، هتختار مين؟ خلونا مع بعض نتابع الاجابات في سؤال المدينه. والله عندك سالم الدوسري ومحمد صلاح، فهد المولد، نيمار، ميسي، ممكن صلاح. ثلاثة هجوم. هجوم ايه، خير وسيلة هي يعني. والله طبعا اول هو ميسي، صلاح هذا في البداية. نقول عمر السومة. بتبدأ تشجع نيوكاسل؟ ان شاء الله، ليش لا؟ تشجع نيوكاسل؟ الان اشجع ونص. من اليوم هو فريق سعودي وانا اشجعه. عندك محمد صلاح طبعا. عندك اللعيب مرموش طالع جديد في مصر، لسه مشارك امس وعمل مباراه جميله. واحمد حجازي. نيوكاسل المصري صار. تشجع نيوكاسل؟ لا. ليه؟ ما اشجع. ميسي، رونالدو، ياسر القحطاني. اكيد كذا بفتخر لانه فريق سعودي. ممكن نقول محمد صلاح، اتمنى طبعا محمد صلاح. الخيار الثاني ممكن راموس. الخيار الثالث نبغى لاعب سعودي، فهد المولد. هالاند وميسي، ايش اسمه، كاسيميرو. رقم واحد رونالدو، ميسي، نيمار. مشاهدين الكرام، كانت هذه اجابات مشجعين نيوكاسل الجدد، لاعبينهم المفضلين في فريقهم المفضل. نلقاكم في حلقات اخرى، الى اللقاء.